بخيرك يا هالغيمات شكلنا الصديق صار يا سنة تقريبا صوتنا من سمعي وصلاتنا من أبعي ولمن انتهى الزمن السما حبلت تمخضت نتيجة احتفالاتنا بمناسبة عيد الميلاد تختلف الطقوس في لبنان عن العراق. احنا في العراق في ضيعة عندنا صلاة الرمش، صلاة بداعة يعني بها عدة فقرات، هاي نسويها العصر وبالليل بعيد عندنا احتفالات من ساعة 2 بالليل نجي نحتفل مع طقوس كلش يعني مبدعة تحكي عن الميلاد وبكثير من الشغلات. اما هنا بلبنان مجرد بس قداس، اما عندنا احتفالات اكو زياح داخل الكنيسه، زياح في الساحه، في كثير من الامور تختلف. بصراحه أنا امانه في هنا بلبنان ما نحس بصح نحس بعيد ميلاد واكو يعني محتفلون بكثير من الامور تختلف عن عندنا بالضياع، خصوصا بابا نويل وتوزيع هدايا وتوزيع كثير من الامورات هم مختصين بها. احنا عندنا الاهم شيء هو في العيد هو الطقس، الاحتفال بالطقس. لا تخافوا منطقتنا كنا يعني مثل ما يقول المثل أرض وملعب وجمهور، هنا ما عندنا يعني الحرية. العيد بصعوبة مادية وصعوبة اجتماعية وصعوبة فراق الأهل والأحباب، وما في يعني طعم العيد، ما عندنا طعم العيد. احنا ما نحتفل، احنا أصلا حزانة، ما عندنا بالنسبة لنا ما عندنا عيد. ليش؟ لأن الجرح عميق داخلنا، جرح الهجرة وجرح فراق الأهل والأحباب وظروف صعبة. تغيرت هواية أمور يعني بالعراق، واحد بلده واحد من يعيد مو مثل يعني واحد بالغربة يعني إيه. فحسينا يعني بصراحة صعبة، يعني الظروف صعبة هنا مو مثل يعني العراق. احنا أول عيد ميلاد يعني خارج العراق إيه، والحمد لله الأولاد يعني مبسوطين فرحانين، وين ما يروح ما ينسى يعني واحد بلده إيه. فاحنا الحمد لله والشكر يعني ما ننسى العراق، صح يعني مرينا بظروف صعبة وهاي، بس وين ما نروح احنا عراقيين. عيد ميلاد هنا باللبنان يختلف عن العراق، يعني انا حسيت بالعيد. احنا كنا عيد هناك بس شنو يعني طعم مو طعم مثل هون، يعني هنا لبنان عيد يعني حلوه جاي شو يعني جاي شو جاي عيشه بالمحلات شوارع موسيقى واي يعني شيء حلو. كل واحد بلده صحيح يعني كل واحد بلده يختلف، بس ظروف صعبه كانت شويه هناك وجينا هنا لبنان والله كريم. الناس السكران الكسر الصعاد.